ما زلنا معاكم مشاهدينا الكرام، ومصر جميلة وهتفضل طول عمرها إن جميلة. شاء الله. ونرجع تاني لمعالي السفير جمال بيومي. يعني معالي السفير، عايزين نتكلم على دور العلاقات المصرية الخارجية والصورة المنقولة دلوقتي بعد مؤتمر زي ده وحضور قادة كبار من قادة العالم وصندوق النقد الدولي وأمريكا وكل الناس اللي موجودين ضيوف عندنا في بيتنا في مصر في شرم الشيخ. شوف، مصر طول عمرها من ساعة رمسيس الثاني ما راح طرد الهكسوس من اللاذقية إلى محمد علي لما بعت بعثاته لاكتشاف أعالي النيل وبعت القوات المصرية المسلحة إلى المكسيك، شفت؟ فما تنفعش مصر موقعها وتاريخها إنها تقعد جوه هذه الحدود. علاقتك الخارجية بتفيدك في عدة حاجات، واحد إنها بتوسع لك السوق. لسه الأستاذ عصام بيقول لك على حاجة، انا احد الرسائل اللي بجذب بيها المستثمر بقول له انت فاكر انك جاي تستثمر في سوق من 90 مليون؟ لا، ده انا في العلاقات الخارجيه خلت السوق المصري 1200 مليون. مين دول؟ ان انا لو صدرت لاي مكان في العالم العربي بدون جمارك، بعض رجال الاعمال مش عارفين ده لعلمك، فانا منفتح بدون جمارك على العالم العربي. طب ممكن نوضح كمان شويه اكتر؟ يعني عندي منطقه تجاره حره عربيه الغت الجمارك بين ده العرب، اللي هي اتفاقيه الجات، لا الاتفاقيه غير اتفاقيه التجاره الحره العربيه. اتفاقيه التجاره العربيه، عندي اتفاقيه المشاركه الاوروبيه خلت الاوروبيين يلغوا الجمارك عليا، والاوروبيين دول 500 مليون والكوميسا كما اشار اخويا. يبقى انا اجمعي بقى تعداد السكان في الاسواق اللي انت واخده فيها اعفاء جمركي. يبقى انا لو انتجت سياره ولا تراكتور ولا بدله ولا فستان هيتصدر ل 1200 مليون بدون جمارك. يبقى المصنع اللي هيجي لي مش بينتج بقى مليون بدله، ده هيجي لي مصنع يعمل 100 مليون بدله عشان يغطي هذه الاسواق. طبعا صحيح، ده اهم وجه لعلاقتي الخارجيه. الوجه الاخر، المساله مش تجاره رايحه وجايه، طبعا مكسب، انما انت بتنقل تكنولوجيا وحضاره عشان حته السرعه اللي اخونا بيطالب بيها. السؤال بقى، هل نحن نتقدم 100%؟ والله انا ممكن نقعد حلقتين كده احكي لك كنا عايشين سنة 70 ونقف طابور عشان نلاقي فرخة. أنا وكنت مستشارا في سنة 70 عشان أضمن نجيب فراخ أروح مجلس الوزراء. كان عنده جمعية صغيرة كده، فلما أعمل لهم شغل ونبي 5 جنيه نجيب فرختين يعني. في كلام دلوقتي؟ الحمد لله، يعني الدنيا أحسن بكتير. إذا الإجابة على السؤال هل نحن نتقدم؟ نعم نحن نتقدم. السؤال الثاني بقى، هل نحن نتقدم بالقدر الكافي؟ لا، بالثلث. لأن إحنا ماشيين باسترخاء. عارف ليه؟ ليه؟ عشان عندنا الهرم من 7000 سنة. فلو عملنا قانون الاستثمار في 8000 يوم يبقى حلو. نو الدنيا بتجري. صحيح. هديك مثالين بسرعة في الصناعة. لما حصل حرب 56 أو 67 وقفلنا القناة، كان أكبر مركب طافية تعوم عشان تعبر قناة السويس 60,000 طن. من سنة 73 إلى الآن قفزت حمولات المراكب من 60,000 طن لمليون طن. يبقى لازم بسرعه اعمق القناه واجعلها تزدوج عشان يعني ايام ما اتقفلت 67 العرب ساعدونا ايضا في مؤتمر الخرطوم. صحيح. وكانوا بيدونا 100 مليون جنيه، كان ايرادها 100 مليون جنيه، النهارده 5.2 مليار دولار. وانت بتأمل في 13. ادي بقى السرعه بقى لكده. لما هم قالوا ده كان هتتعمل في 5 سنين هيعملها في 3، فشاور له الرئيس وقال له هي سنه. معطيات العصر برضه سياده السفير، يعني السرعه مهمه، مهمة جدا. نيجي للطيران، من ساعه عباس ابن فرناس مطار باجنحه وطلعت الطياره اللي هي راكب فيها واحد بتاعه الاخوه رايت، ايوه، لغايه الخمسينات او الستينات كان اكبر طياره له ايرباص. حتى مصر الطيران كانت تعلن تقول البولمان الطائر لانه 45 راكب. من سنة 60 للنهاردة الطيارة اللي كانت 45 راكب بقت 1000 راكب. جايبين لها صورة أنا عندي دايما بعرضها، يعني تكاد تكون قرية قبيلة من الناس طالعة تركب الطيارة. أنا مرة ركبتها والله ببص من الشباك فوق اتخضيت، أنا في الدور الرابع وعمارة سكنية طايرة. لازم تواكب هذا، زي ما بنقول هو لابد من مواكبة العصر بكل معطياته والخاصة بالسرعة. ولازم تواكب بقى إيه، في مواطن في السويد عاوز القميص الأبيض اللي لابسه يكون متبيض بماده ما هياش الفوسفات عشان البيئه. اللي كده الرئيس قال البيئه، يبقى لازم ننتج اكل صحي، لبس يتمشى مع البيئه، ما يبقى عنديش نفايات، نحترم نهر النيل. ده كده
بسرعه لازم نحط بنزين عالي الاحتراق وندوس بنزين ونجري. طيب العالم لن يغفر لنا. المستثمر اللي جاي سياده السفير، المستثمر اللي جاي النهارده واحنا بنقول ان احنا عندنا المناخ الجيد للاستثمار وعندنا الموارد وعندنا الطاقه البشريه الكبيره، لكن كان من اهم المطالب الخاصه بيه هي تسهيل العمليات الخاصه بقوانين الاستثمار. كان هناك حرص شديد جدا من السيد الرئيس ان هو يقر قانون الاستثمار وعدد ايضا من القرارات قبل اقامه المؤتمر. تأثير القرارات الخاصة بمناخ الاستثمار على المستثمرين اللي جايين النهاردة وبيدرسوا ايه آلية الاستثمار في مصر؟ في ثلاث حاجات مهمة جدا حصلت عشية المؤتمر. المؤتمر بالظبط. الحاجة الأولى على مدى شهر تقريبا حصل نوع من الضبط لسوق النقد الأجنبي بقرار محافظ البنك المركزي بأنه يعني في سقف لإيداع بالنسبة للأفراد والشركات 10,000 دولار في اليوم لحد أكثر 50,000 دولار في الشهر. ده حجم سوق السوق وحجم الطلب على الدولار. صحيح له جوانب سلبية أخرى، لكن في الاقتصاد ما أقدرش أحقق كل أهداف كلها مرة واحدة، لازم أتنازع عن حاجة في سبيل حاجات تانية. هو ليه سلبيات بس أأمل إن في المرحلة اللي جاية تعالج هذه السلبيات بتوفير الائتمان وتوفير الدولارات والاعتمادات المستنديه للمستوردين، خاصه مستوردي المواد الخام ومستلزمات الانتاج وقطع الغيار والالات ووسائل النقل. ده لازم تتوفر له علشان عجله الانتاج ما توقفش، وعشان انا عايز استثمار يجي من بره، ما المستثمر اللي جاي من بره هيعوز من هنا البنوك تشتغل في الدولار عشان يفتح اعتمادات مستنديه. فده كان خطوه مهمه جدا تحقيق الاستقرار في سوق النقد الاجنبي. وزي ما بقول يجب بقى هنا على البنك المركزي ان هو يعالج هذه الثغره وهذه السلبيه اللي ترتبط على هذا القرار. النقطه الثانيه برضه مهمه، وهي احنا ما نعزلش مصر عن المنطقه كلها اللي حوالينا وعن العالم فيما يتعلق بقوانين الاستثمار وفيما يتعلق بمزايا الاستثمار. طب انا اجي مصر ليه واذا كان الضرايب فيها عاليه قوي؟ طب نروح دوله ثانيه ما فيش فيها ضرايب، وعشان كده اتخفضت الضرايب على الدخل وعلى الاشخاص وعلى الشركات الى 22.5%. هي كانت 20 على فكره، عملوها 30 نزلوها ل 22.5، وده معدل معقول كويس. والثبات عليها لمده 10 سنوات اعتقد ده كان شيء مهم جدا، انه بيدي برضه طمانينه للمستثمر ان انت على مدار 10 سنين مش هتتغير. بيدي استقرار. الحاجه الثالثه وهي المهمه، صدور قانون استثمار وصدوره في شكل الاجرائي. يعني انا شفت المسوده بتاعه مشروع القانون من 3-4 اشهر، حقيقه يعني انا مش فاهم يعني ازاي الناس بتكتب الحاجات ديت، ازاي احنا عندنا عباقره في القانون واساتذه في القانون، ويكتب القانون ما يخلص منه الميه، يكتب قانون يعني مركز وقوي ويشوف تجارب الدول الثانيه ايه، ويكتب قانون في مواد قليله وله لائحه تنفيذيه قويه ونفذ القانون على طول. اهم ما في هذا القانون ايه؟ اهم ما فيه هو حكايه الشباك الواحد. انه خلال 15 يوم بقدر ان انا احصل على الموافقه. بيسهل لك كل حاجه. خلاص بقى سهل، بس برضه زي ما بقول الكوره في ملعبي انا. أيوه. انا الشباك الواحد. هي دي قصه انا الشباك اللي الواحد فينا احنا. لازم يكون عندي في هذا الشباك تمثيل لكافه سلطات الدوله، ما اقولش لا والله ده اصل لسه بتوع الاثار ما ادونيش الموافقه. هو ممكن الاقي زكي فندي ورا الشباك ده؟ صوت علينا بكره يا سيد. ايوه ممكن لا في جهات حكوميه غيرانه مش عاوزه تدي السلطه للشباك. ايوه هتضيع البرستيج بتاعك. طب انت تعمله اللي انت معامله انا يا اخي. يعني ما هو الشغل بقى ان الناس تاخد كل حاجه نفسها. بس ينفع ده النهارده؟ يعني الفكر ده ينفع النهارده ان انا اسمح بوجوده؟ وهي دي بقى مسؤوليه الاداره. بس على فكره مش عاوز اخوفك، ده موجود في العالم كله. ان دايما تلاقي الوزارات بتغير من بعضها وبتاع، بس هنا القياده بقى. طب ما ناخدها في صيغه تنافسيه احسن، وكل واحد يعمل احسن من الثاني فالدنيا تعلى. لا انا عاوز انا بس اللي اعمل. بس حضرتك قلت ايه؟ القياده الاداره هي دي اللي عليها المسؤوليه. الشباك الواحد ده تمثيل كامل الوزارات، عنده صلاحيات اتخاذ القرار. ما يقولش لا والله انا حرج عليه وزاره النقل استطلع الراي وانا قاعد هنا موظف بس اخد الورقه واديها له، ما ينفعش. خلاص عنده قواعد وفي معايير ديسيجن ميك. وبعدين بالظبط انا قرار. كمستثمر انا بقول له مطلوب منك ايه؟ 7,000 ورقه دول جهزتهم لي في ملف، اهلا وسهلا مبروك عليك مع السلامه. خلاص. لكن يجي لا والله اصل انت نسيت مش عارف ايه، لا هات لي مش عارف. لا انا ممثل مستثمر وانا حريص على الاستثمار في البلد، فلازم سرعه الاجراءات. حلو. سرعه الاجراءات ده. الحاجة التانية انه مش عايزين المؤتمر يقف عند بكرة انتهى المؤتمر
خلاص السلام عليكم. قفلنا ليه؟ خلاص خلصنا كده. اتفضل. عملنا مؤتمر وخلاص. لا خلاص لا ما ينفعش. ده المؤتمر ده هو البدايه. انت عايز تشتغل وعايز تعمل تنميه ولا مش عايز ولا عايز تركن؟ اركن يا سيدي، ما حدش هيجي لك على فكره. لو ركنت ما حدش هيجي لك. ولا اكن المؤتمر ده عمل حاجه قبل كده ولا خلاص. ولا حد هيجي لك. طب اتحاد المستثمرين العرب يعني اكيد برضه عنده الخطه للفتره اللي جايه علشان نشوف بقى كم الاستثمار العربي واللي الحمد لله يعني بشايره كانت باينه. انا دوري خط الدفاع الخلفي اللي بيلم بقى. انا الظهير القشاش. لان طبعا المؤتمر بكره ان شاء الله ينتهي على خير ويا رب يكون عند احسن الظروف. طيب المؤتمر لما يخلص خلاص هنقفل على راي الدكتور عصام؟ لا ده لازم يبقى في حد. انا هقول لك حاجه، من قبل المؤتمر بشهور وبعد المؤتمر ان شاء الله هيستمر ان شاء الله. المستثمر بيجي لي يعني انا انا قاعد معاك، انا مش في شرم الشيخ. لان انا قاعد لدي مستثمرين ابتدوا يشتغلوا الحمد لله. ده انا جاي مستثمر بيقول لي شوف لي مصنع اسمنت. وواحد تاني بيقول انا بعمل بالفعل مستثمر سعودي في الصعيد عنده خط انتاج للبصل المجفف، ودي سلعه زراعيه مهمه، عاوز حد يشاركه في خط انتاج يعمل بودره التوب. تمام. وهكذا خد الصبح بقى. طيب سافرنا في الامارات السابق السفير فهمي فايد وهو شخصيه معروفه، قال لي والله في جماعه بيلجؤوا له لانه هنا في مصر الناس عندهم محفظه استثمار ونازل السوق يقول ناكل ايه النهارده. فله طلب بسيط بيقول له شوف لي مشروعات بحدود 50 مليون كل مشروع بالبساطه دي. تمام. فاذا لازم يبقى عندك مطبخ مثل هذا. صح. ومطابخ وانا بتصور فيه بيوت خبره في مصر مهوله. تمام. بس حضرتك يعني تحاوضوش بنزين. السياحه كمان مهمه قوي ان احنا نشوف تاثرها، وده من خلال حتى اللقاءات اللي اجراها زماننا العزيز محمد البيتار بين مدينه شرم الشيخ. تعالوا نشوف اخبار السائحين ايه ورؤيتهم للسياحه ووجودهم في مدينه شرم الشيخ ونرجع مره ثانيه.